الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حلقة النهاردة عن السلالة اللي هي وش الأسد. السلالة دي قليل قوي اللي بيربوها على فكرة يا جماعة، بس السلالة دي جميلة جدا وبتحببك في يعني بتحببني في الأرانب. يعني سلالة ما شاء الله، يعني ممكن تربيها في البيت كمان، يعني لو واحد عايز يربي أرنب هي تحببك في الأرنب وتحببك في تربية الأرنب داخل البيت. يعني معلش بدل ما تجيب قطة ولا تجيب كلب لابنك، لا معلش انت ممكن تجيب الأرنب اللي هو الوش الأسد ده، أرنب نظيف جدا نظيف جدا جدا. أنا باخده بالساعات في الشقة، الولد عندي يلعب مع الأرنب والأرنب بيتجاوب معاه وبيفضل بالساعات، لا بيتبول ولا بيتبرز، وبيحس ان الأرنب نفسه بيفهم. وسلالة جميلة جدا جدا جدا، وفي الانتاج بتاعتها برضك أرنبة ريحة طويل كبير، والخلفة بتاعتها نفسها بتجيب الأعداد أعدادها حلوة، وفي نفس الوقت حوضها واسع بتجيب الأوزان بتاعت الأرنب ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. أن أدى نوعية وش الأسد، كل دول لو شفت أي أرنب فيهم وش أسد شوف ده في يعني شوف سبحان الله، ده تحس إن أسد قدامك أهو. ده الأرنب ده بالذات بسم الله بسم الله سبحان الخالق، تحس إن الأرنب ده أسد أو أسد، ده مش وش أسد، مش أرنب وش أسد. شوف الأسد شوف عامل إزاي ما شاء الله، لون الأسد ووش الأسد ده. شوف الأرنب بسم الله ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله عليه، ده أسد ما شاء الله. شوف سبحان الخالق، ده تمسك الأرنب ما شاء الله. أسد ده أسد مش أرنب ما شاء الله. دي الحاجة بحب أنا تربية الأرانب، لازم أن يبقى عندك سلالة كده أو حاجة حببك في التربية نفسها. شو الأرنب ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، أسد قدامك مش وش أسد. سلالات جميلة جدا وأرانب جميلة جدا، وسلالة فعلا تحببك في الأرانب. يعني شوف ده ما شاء الله عليه برضك، شوف ده شوف أرنب ما شاء الله. طلع له علامة جميل جدا، حتى الأرانب اللي لونها أبيض اهي. سلالة جميلة جدا اهو، ده بابيون مخلط على وش أسد، بابيون اهو مخلط على وش أسد اهو ما شاء الله عليهم. أرانب جميلة ومنظر جميل، وتحس إن الأرنب كده ما شاء الله يفتح نفسك وانت بتربي الارنب، يفتح نفسك بجد. هنخش على الارانب، نخش نبص على نوعية الارانب وشكلهم بسم الله. في الارنب عامل ازاي ما شاء الله، الشكل نفسه يفتح نفسك وانت بتربي الارانب، يفتح نفسك. ده نوع تاني، شكل تاني بأمانة ربنا أرانب ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. يعني سبحان الله الأرنب نفسه جميل جميل جميل، وأنا سايب لنفسي سلالة منهم. يعني أنا سايب لنفسي سلالة من البتاعين. نخش على الأم بقى، الأم بسم الله ما شاء الله أهي، بص على الأم ريحها طويل، أرنبة طويلة بيضة. شو الأرنبة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، أرنبة طويلة وعريضة، شوف عاملة زي الأرنبة نفسها تفتح النفس. بسم الله بسم الله أهي بأمانة أهي تفتح النفس. شوف الأرنبة عاملة زي، شوف السلالة ما شاء الله، الأحجام بتاعتها ممكن توصل لخمسة كيلو عندك ما شاء الله. دي الأم
الاب برضك انا بفضل الارنب كل ما يكون الذكر بالذات كل ما يكون خفيف. يعني الذكر ده حوالي 3 كيلو ونص او 4 الا ربع. نبص عليه ما شاء الله اهو هلت وش الاسد ده الاب اهو ما شاء الله سلاله ما شاء الله اهي. شوف على فكرة يا جماعة الذكر كل ما يكون خفيف كل ما الذكر يكون خفيف يكون أفضل لك. كل ما يكون خفيف كل ما يكون أفضل. بأمانة أنا نفسي سايب أدي خلفتها الخلفة سايب منها لنفسي أهي بسم الله أهو ده وزن 2 كيلو ونص أهو ها سبحان الله ما شاء الله بأمانة سلالات سلالة وش الأسد تحببك في الأرنب نفسه وفي تربية الأرنب وتفتح النفس. فمعظم اللي بيربي أرانب بيبعد شوية عن السلالة دي. لا انت بلان بتربي في البيت ربي حاجة تفتح نفسك وحاجة تبقى شكلها حلو قدامك. الأرنب العادي مفيش مشكلة من عندي الأرنب العادي اهو موجود وهو موجود جدا وأرانب جميلة برضك اهي اهو ودي الأرنبة اللي والدة اهي والأرانب ايه الفطام عندي الفطام اهو ما شاء الله اللي هو ده هولندي هولندي واقف طلع من السلاكة بتاعته ما شاء الله أرانب جميلة بس أنا كل المقصود من حلقة النهاردة موضوع وش الأسد نفسه. أنا حابب السلالة نفسها يعني سلالة وش الأسد سلالة جميلة وشايف كتير ما بربهاش ولا يعرفوا حاجة عنها. بأمانة سلالة جميلة وبتتربى في البيت وأليفة وممكن تعودها على البيت وشغل البيت جميلة جدا وهتدعيلي بأمانة لو ربيت في عندك وش أسد هتحببك في تربية الأرانب. ودي كانت حلقة النهاردة ولو عجبكم الفيديو نستأذنكم في لايك واشتراك في القناة وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.